حلقتنا النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الموبايل على البرينتر اتش بي سمارت تانك 720. وقبل ما نخش في اي خطوات لازم يكون عندك علم ان البرينتر اتش بي سمارت تانك 720 فيها خاصيتين عشان تقدر تستخدمها من الموبايل. اول خاصيه معانا وهي خاصيه الطباعه من الموبايل مباشره، يعني من الموبايل للبرينتر على طول. وفي الخاصيه دي ولا هتستخدم كابلات ولا هتستخدم الراوتر الواي فاي، كل الموضوع ان البرينتر بيخرج منها تردد حاجه شبيهه لتردد الراوتر الواي فاي، وقتها انت بتوصل الموبايل بالتردد ده وكانك موصل الموبايل ده بشبكه الراوتر. والخاصيه الثانيه معايا وهي من خلال ربط البرينتر بالراوتر الواي فاي، يعني انت دلوقتي بتربط البرينتر بالراوتر وبعد كده البرينتر دي بتخش جوه الراوتر، واي حد متوصل على شبكه الراوتر الواي فاي هيقدر يشوف البرينتر ويطبع بكل سهوله اذا كان لابتوب موبايل. طب انت من وجهه نظرك يا ابو حميد تفضل انهي خاصيه فيهم؟ لو انت في مكان ما فيهوش راوتر واي فاي زي كافيه او بيت لسه جديد، او في عندك مشكله في الراوتر عامه، فالافضل انك تستخدم خاصيه الاتصال المباشر، بس لازم تكون قريب من البرينتر، وكل مره احتجت فيها انك تطبع هتوصل الموبايل بالتردد اللي خارج من البرينتر. لكن لو انت عندك اكتر من جهاز وعاوز تستخدم من خلاله البرينتر زي اللابتوب الموبايل التابلت، فانا انصحك انك تستخدم خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي او باستخدام الراوتر الواي فاي. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا ندخل في الفقره الاولى وهي ازاي نربط البرينتر بالراوتر الواي فاي عشان نقدر نطبع من الموبايل. فيلا بينا. اول حاجه هنعملها هنروح لبرنامج اتش بي سمارت ونفتحه عادي جدا كده، ونختار ادد يور فيرست برينتر، ونختار نيو برينتر، هنختار واي فاي، ونختار كونتينيو، ثم نختار كونتينيو مره اخرى. هتلاقي البرينتر ظهرت معاك بالشكل ده، نختار عادي جدا كده، وهنا بيقول لك اكتب باسورد الراوتر الواي فاي اللي انت هتربط بيه البرينتر، فانا هكتبه دلوقتي حالا ونرجع نكمل مع بعض باقي الخطوات. وبعد ما كتبنا الباسورد بالطريقه الصحيحه هنختار كونتينيو، ودلوقتي الرساله اللي قدامك دي بيقول لك اضغط على حرف الاي اللي موجود في البرينتر، او زي ما انتم شايفين هتك على الزر دوت حتى تلاقي الرساله اختفت. اهو دلوقتي بيقول لك برينتر كونكتد تو واي فاي على الشبكه دي، هنختار كونتينيو. ودلوقتي جالك الخطوه اللي قدامك دي هنختار قبول الكل. طبعا انت هتبحث على الباب بتاعتك ولو ما لقيتهاش دي خطوه روتينيه عادي جدا ممكن تختار اي حاجه. نختار متابعه، ودلوقتي هنختار تخطي تفعيل الحساب. الحساب ده هنحتاج نعمله بعد كده لما نيجي نستخدم الاسكانر، هنحدد على اي اختيار فيهم تمام عادي جدا، ونختار تطبيق. ولو ظهرت لك الرساله ديت لو ضغطت على برنت فهي هتطبع لك ورقه عشان تثبت لك ان انت عرفت البرنتر بالراوتر، لكن ممكن تتخطي الخطوه دي وتختار سكيب برنت بيج. انا ممكن اختار برنت، ونختار برنت مره اخرى، هيبدا يطبع لك الورقه التست. او زي ما انتم شايفين الورقه اللي طبعناها التيست او البرينتر اتعرفت بالراوتر الواي فاي. بعد كده هتختار نوت رايت ناو، او دلوقتي بيقول لك ريدي تو برينتر، يعني البرينتر جاهزه للاستخدام. وبكده البرينتر اتعرفت بالراوتر الواي فاي. دلوقتي ازاي نطبع؟ الموضوع بسيط جدا، هتقفل البرنامج عادي جدا وتبدا تختار اي ورقه او صوره انت عايز تطبعها، وخطوات الطباعه واحده. هنعمل مشاركه او شير كده، ونبدا ندور على برنامج اتش بي اللي احنا نزلناه اهو اتش بي سمارت. بعد كده هيجي لك الخطوه دي، اختار البرنتر عادي جدا، وبعد كده هتختار برنت. او زي ما انتم شايفين طبعت لنا ورقه من الموبايل بكل سهوله. طب دلوقتي البرينتر دي فيها خاصيه الطباعه الوجهين اوتوماتيك، عاوز استخدم الخاصيه دي. الموضوع بسيط جدا، هتجيب اي ملف فيه اكتر من ورقه، اهو بص فيه اكتر من ورقه، وهتعمل ايه؟ وتختار تحت مشاركه وتختار ملف بي دي اف كده، بعد كده هتختار اتش بي سمارت، وهتختار برنامج الاتش بي هنا او الايقونه بتاعت البرينتر، وهتنزل تحت هنا هتختار تو سايدد اهي، وهي وان سايد تكه واحده كده وخليها تو سايدد لونج ايد. بعد كده هتختار برنت،
ساحب الورقة تاني عشان تبدأ تطبع ظهرها اوتوماتيك. الوش والظهر زي ما انتم شايفين كده، طبعتين وش وظهر. زي ما انتم شايفين الوش والظهر، وكذلك الوش والظهر. طبعا هو ملف مكون من 5 اوراق، فبسيط. انت ممكن يكون عندك اكتر من ورقه، وده طبيعي جدا. اي انتهينا من طباعه الوش والظهر. طب دلوقتي انا شايف ان الملف ده الوان، عاوز اطبعه زي ما هو بالظبط، بس مش الوان، عايزه ابيض واسود. هعمل ايه؟ هنفتح السهم اللي فوق كده، تمام، وشايفين كلمه كلر مود، هي كلر دي هنخليها بلاك اند وايت، اهي بلاك اند وايت، وهنختار برنت. شوفوا كده هتبقى عامله ازاي. انتوا زي ما انتم شايفين هو في الوان اهيت، كل ده عايز احوله يبقى ابيض اسود كده. اي ملف انت هتطبعه هيبقى ابيض اسود. لو حبيت تطبع الوان هتروح عند كلر مود وتخليها بدل ما هي بلاك اند وايت هتخليها كلر. حتى بص بقت ابيض اسود. اللي قبليها اهيت قبل ما نحولها كانت الوان اهي، يعني كده بالابيض اسود ودي بالالوان اهي زي ما انتم شايفين. ايوه دي اللي كانت فيها الرسومات بالالوان بقت ابيض واسود. الموضوع سهل كده. ودلوقتي قبل ما نروح مع بعض الفقره الثانيه، لازم دلوقتي تحدد انت هتختار خاصيه الاتصال المباشر ولا هي خاصيه الطباعه من خلال الراوتر واي فاي. ما ينفعش نستخدم الخاصيتين مع بعض، فيلا بينا نروح للفقره الثانيه وهي ازاي نستخدم خاصيه الطباعه من الهاتف مباشره. فيلا بينا. اول حاجه هتعملها هتيجي من فوق كده وتفتح قائمه الشبكات اهي كده، هيظهر لك مكتوب هنا ايه دايركت اتش بي سمارت تانك 720، هنختارها كده. هيطلب منك كلمه مرور. كلمه المرور نطلعها ازاي؟ هنيجي هنا عند الزرار اللي عليه حرف الاي ده، اختارها بعد كده بس. هيبدا يطبع لك ورقه فيها اسم البرنتر وكلمه المرور المفروض انت تكتبها. وطبعا كلمه المرور دي مختلفه من برنتر لبرنتر ثانيه، مش كل واحد. اهو نمسك الورقه كده، هننزل تحت شويه هنا، تمام، مكتوب هنا ايه ذا واي فاي دايركت نيم، ده اسم البرنتر في الشبكه، تمام، وده الباسورد اهو ده 04 لحد 26، هو ده الباسورد. فتعالوا بينا نكتبه دلوقتي حالا. وبعد ما كتبنا الباسورد هنختار توصيل، هنختار الاتصال الدائم، تمام. بيقول لك تم الاتصال من دون انترنت، يعني انت طول ما انت بتطبع مش هتلاقي في انترنت عشان انت موصل الموبايل بالبرنتر مش موبايل بالراوتر. بعد كده هنقفل الصفحه دي ونختار برنامج اتش سمارت اللي احنا نزلناه اهو. بعد كده هيظهر لك القائمه اللي قدامك دي، هنختار اول حاجه الاضافه اللي عليها علامه زائد كده، ونختار اوريدي كونكت تو نتورك. هيبدا يظهر لك البرنتر قدامك اهي، هنختارها عادي جدا كده. وبكده احنا عرفنا البرنتر باستخدام خاصيه الاتصال المباشر بدون الراوتر الواي فاي. وكده او كده خطوات الطباعه واحده، بس لازم قبل ما تطبع من خلال خاصيه الاتصال المباشر لازم اول حاجه تحول شبكه الراوتر الواي فاي من الراوتر لدايركت اتش بي سمارت. الموضوع سهل كده، وان شاء الله انتظروا الفيديو اللي جاي هنتعلم ازاي نعرف البرنتر بالكمبيوتر او اللابتوب، مره من خلال الكابل اليو اس بي ومره من خلال الراوتر الواي فاي. اتمنى ان حلقه النهارده نالت اعجاب، اتمنى الموضوع يكون عجبكم، منتظر اي استفسار لكم بخصوص الطبعات. كان معاكم احمد السيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.